قبائلك لو يقانت بارود سنة كيسي ديتانات اي هجرقة حكومة دي اسلام كا اي كتلين اي سلولك شام ايا كسو مسافر اي سلولكاسي نين لغومة عاب جري شيخ عبد الرحمن بن اسماعيل الجبرتي حدان سكة لأوي رهدنا شيخ عبد الرحمن بن اسماعيل بن عقيل قوان كي عيرين تا اي شيقة هل كو ديدي سوحو اها دردا او معنى هدو تهي كي لسو اريي اما كي لسو عيريي وحي شيغان ان اريغا دردا اونا نيس او نغدي شيخ عبد الرحمن ميد كاسي او هانا قادي كدبنا اسكو بدلي داروت او نغدي مقع هرقلي اي هيب قبيل وحونا سي رسمي اها او نسقي مقعي اها عبد الرحمن شيكا دا ارانيسا اسر كبيلها داروت وا عرب او سي بلاران لو بمبوني هابك الله شرح يوحا كميد اه شيكا لا يابله وحي شيغان شيخ عبد الرحمن مركي لغسو اريي لولكي شام وحو دون كسو قاتي شام وحونا اها كليجي دونتي وحو سو ساعتي كليا هيلب سرار اه مركي او فينتو اما وحونا هيلب كاسي سرارتا اه وحي شيغان ان هيلب كي او ديب او سو دلاني اما او نقاني سيدي سي هرابا مددي سفر كي سوحا لغو قياسا دور بلوت وحو قودان جرا اي شيغان هيلب كي سرارتا اها او مركز تاو سو حسبونان جري هادبا قرافات كاسي دادكا بير كودا لقبت سيي وحا لغا عوريي ماما عان نقطي صحي دادا سرارتي داروت الله كاقا ديغو هادبا شيكا داسي عافيمات كيدا دادوينو ايدنكا ايان نيدين داي دونتي شيخ عبد الرحمن اووتي وحي لسو سبايسا با آخر كي وحي كسو دكتي حيب تبريدا او كتر سندق مدى علولا اي قبل كبري سيدا شيكا دا اي شيغيسو شيخ عبد الرحمن مركي او غاري بريغا وحا او كري او هوي كدكتي قيد وين او كو اجي لعيل بياله دور مال موت كدب قبر لغو مقعابو دون بردر اي اري اوسو اروريسي عيلكي وحينا عرقتي نين جيد كيفوشن او هالكاسي اي اسكو بارتين وحانا لسو وريي ان اريجي او لو ورابشي قبر دي مركي اي اريجي قرقا قيسي وحي اابيه دير او شرح دي داعدا دي اي قلاكو نانتي عيلكا او ديجي دير او حيلقاسي اها هو قاميه ديگانك وحو او تغي شيخ عبد الرحمن او جيد كيفوشن وحونا او بلان قادي مغن قليب بوحدها دي او جيد كاسو دغو سيداسينا الشيخ عبد الرحمن وو أقبلي وحونا راعي أدقي درعها مدير كدب أدقي درعها وحو الشيخ عبد الرحمن كو مهريي قبدي سي دوم برا درعهي حدا با سيدا الشيخ كذا اللو تبيي لما أنه وحي سكو دالين ويلا اللغو كلام قعابو سيدا تنادا أو ارتبلا كبلا لح إي عيسى حدا با مركا اللو كور قلو جريتان كحقيق دا الشيخ كذاني وحالاق ما مارمان اه إن جواب معقول اه لو هلا سؤالهان داروت او لغو تلمامي عرب كسو هاجري ارض الشام ما داما اوسان هوري وح اقون اوغو لهين افكا صوماليغا اسلا مركانا دومبري يا عبهد اي سنة ايجان اقون او لهين افكا عربيغا يا او كلا ترجمي او اوسور تقليي انا ايز فهمان تيادا كالي هنانك غوركو واهيدا اي داقا مقدسة او لو دورو حب ادك او تحدر اي هبسشاله صومالي دي هوري وحي سفي جيغان اوغو فيرسان جرتي نصبك اما كفك اريمها غوركا مركز توحا شروط لما دافان او اهيد وبين تقيان كلمانها هادا ومركز لغشي دالقاتو هيدا داقن كسويالكا وديغا لغو مقعابي دير اجي اير سمالي اساقا وانا الوحي راد احكا قادن ان قبديس اي قورستو نن ان لاقون نسب كيس اي اسر كيسو وارين ان معقول هين كنبحسن مورادا مانقالكا شكاداني وحي وعبتهي مد لغسو قشي قرانكا سورد القصص آيادا سبح إلا باطنات أو كهل ليسا قصة دي نبي موسى عليه السلام كما السوقات إنو جرو قور كلمانا هدارود إيو دوم برا سيدا قالب كاه ومدى دوني دا كو كلانول وحي كسي ميهين دوريس تهيدا داخن كقود إي جيل بجيل كدح لي مقع بحين تاو ليسكو هيدا راعو وداخن كقود آبا كستا مركو او وقلالاي اوبت كيسا وحو كو سمياء او وقو مقع درا او ياشي سي هوري هدبا هدي دارود وداد عربيت او اها وحو ويلاشي سيكو مقعابي لها مقعيا لغسو من قوري عربتا سيدا عبد الله علي محمد اي وحلمي ده اي ويلاشي سيكو مقعابين كبلا لح تنادي او ارتبلا ايو سدي سومالي ده سبن كان اوقح ليورب اي امريكا عرورتا اي هالكا سيكو دالين وحي اوغو وقلالين مقعيا سوماليات اوغو ما اي سن وقلالين مقعيا ددكي اي ماشي اوغو تغين سيدا بيتر جون ديفيد ادوارد اي وحلمي ده هديب او جري نين مقعي سو اها داروت اسماعيل جبرتي او صومالي ييمد وحيو اكتهينو كييمد دالك اريتيريا او قبائل كنو الوهكاسي لغو مقعابو جبرتي
كلي بأم موقته إنه كيم دول كاسية شام مركز علمي هو عقلي وقولي هاي لولا فقره إسلام مركز أنا لوجود بقى أمر الله بربر دجو محرك شيء كذا أورانيسا دارود وعرق كيم أي جورسات دوم برادر نتيجة باريس أما بيبعده وحيوم موقته مدان نجرين أضياش أقانت دروكسر له تاريخ الصومالي ده سيب مركز بروشلا لوكلا صارو بلبل لجر هترع وترن كتجوجا waxay diiday yihiin oo si weyn ugu soo horjeedaan jiritaanka guurka daarood iyo doombira qeylki iyo cadeymaha ay odiyaasha soo bandhigeen ama taariikhda ay aaminsan yihiin waxa saldhig u ah laba arimood waxayna ku doodaan in odayga dir uu dhalay wiil badan waxana kamid ah afartan madaxweyne dir madoobe dir madaluug dir mahadir haddaba odiyaashan taariikhda soo bandhigay waxay sheegayaan مادام أوبت كيس ويلال كلي أي أحايين وحق قبلها حتى ميت قرى إيسان كجرين أوبت كي در أو دلي هادبا مقع الدوم برادر وحو أموغضا ميت آنسان إيراد لهين واسيدا إيجا شاقين در سينما دا كسوكو سوماليه وحي عربت لوداك تا عقيدة دا دينت إسلامك قرنية بادن وحا لبادا أمادوتك دحيي حرير قناعسي إسدحق البلشو oo horseeday in dhaqanka carabta saameen iraad ku yeesho qayb ka mid ah dhaqanka Soomaalida hase yeeshee arimahaasi nasabada Soomaalida kama dhigi karaan carab waxa sahaboon in la garwaaqsado in carabnimadu ay tahay heyb kulmisa umad kamidaysan luqad dhaqan iyo deegaanba majro aba lagu magacaabo carab kaas oo nasab ahaan abi isir lagu abtirsado farac iyo togogba mid ay tahayba umadaha ku hadla luqada carabiga waxay leeyihiin xadarad aad u fog taasi oo aan la qeexi karin inuu geeda iyo degmadii ay ka soo bilaabatay taariikhda carabta inay fac weyn tahay waxaa tusaale u ah nabi ibraahim (alayhi salaam) wuxuu nawaaxiga maka ugu yimid qabiil la oran jiray reer bani jurham kuwaasi oo ku hadli jiray afka carabiga wiilkiisa nabi ismaaciil (alayhi salaam) uu ka guursaday dadkii deegaanka maka ku noolaa darteed ayaa farci ismaaciil ku carabuubay yaasi carab ah markii sinji ahaan loo kala saaro ummadaha adduunka ku baahsan carab waxaa loo yaqaanaa shucuubta ku hadasha luqadda carabiga xitaa haddii ay ku kala duwan yihiin caqiidada iyo midabkaba mujtamaca kristaanka ah ee ku nool waddamada lubnaan iyo masar maadaama luqadoodu ay carabi tahay waxaa loo aqoonsaday inay yihiin ummad carab ah sidaasi awgeed maadaama soomaalidu aysan ku hadlin luqadda carabiga ayna leedahay af iyo dhaqan hodan ah oo aan weli la dhaqan rogin in isirkeeda bini haashim loogu abtiriyo oo carab lagu sidko waa been abuur aan beyt run ka ahayn waa barnaamij loogu talagalay in soomaalida lagu jahwareeriyo wuxuuna ka curtay cadiifa diimeed iyo danaysi bantuuga ku nool bariga afrika iyo suudaanta madow oo luqadoodu afka carabigu ay tahay ayaa soomaalida kaga dhow sheegashada carabta waayo af iyo dhaqanba waxay bahwadaag la yihiin ummadda carabta haddaba innaga uu soo gaarnay guntii iyo gunaanudkii barnaamijka waxaa jira sheeko kale aanan ogeyn halka laga soo kiraystay middaasi oo ah in magac daarood uu ku yimid sheekh cabdiraxmaan inuu ahaa qof duuli jiray sida shimbiraha oo kale magac daaroodna asal ahaan uu ka soo jeedo carabi middaasi oo ah dayaar tusaale isagoo soomaali jooga ayaa waxay sheegaan in lagu arki jiray maka iyo madiina iyo meelo kaleba sheekadani waxaad mooddaa in xertii hore ay alifeen haddaba maxaa loo waayey ama loo arki waayey sheekh cabdiraxmaan kadib wax owlaaddiisa ka mid ah oo hawada ku duulaya sida shimbiraha oo kale Somalis deny Africans. They do not want to be identified as Africa. They want to be Arabs. And the Arabs are pushing them. There's a dilemma here. You see, there's identity crisis here. I don't have identity crisis. I'm an African, and there are so many Africans in Africa. I don't have identity crisis. You can call me whatever you want, but I have identity. You do not have identity now, because the Arabs have refused you. They are telling you, ya Habib. Lasu'u, qaybti siddaxaad oo aan kaga hadli doono. Qabaa'ilada kale ee Soomaalida ee u nasab sheegta in isirkoodu uu ka soo jeedo Carabta.